أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبيل المؤمنين دعوة بالحجة والبرهان. يقول الله تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يخبر الله تبارك وتعالى عباده عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله في الكون التي تدل على توحيده سبحانه في الألوهية والربوبية. الألوهية أي الطاعة والعبادة، والربوبية أي السيادة المطلقة، وأنه هو المربي وهو الخالق وهو المنمي وله الخضوع. هؤلاء الناس يغفلون عن ما يوجد في هذا الكون مما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات وأفلاك نيرات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وحيوان ونبات، فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المنفرد بالدوام والبقاء، فليس إعراضهم عن الآيات الظاهرة بأعجب من إعراضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغهم هذه الدعوة بالحجة والبرهان، فلم يتبعوا ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى بعد قوله: وكأي من آية، آية يعني دليل، السماوات والأرض يتدل على أن الله هو الخالق المالك وهو الذي يستحق الطاعة، يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال بعدها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بعد كل هذه الأدلة في الكون في السماء وفي الأرض، كثير من الناس لا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح التي تدل عليه الحجج والأدلة، إنما تجد أكثرهم يشركون بعبادة الله طاعة غيره، فيطيعون غير الله. فلا تطمع أيها الداعية إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تطمع باستجابة هؤلاء الذين تحجرت عقولهم على اتباع غير الله، وارتبطت قلوبهم بغير الله، وانساقت محبتهم لغير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا تطمع أيها الداعية في إيمان أمثال هؤلاء، فإنك تظن أنهم يؤمنون بالله ولكن أكثرهم مشركون كافرون لا يطيعون الله. كيف يعني مشركون كافرون لا يطيعون الله؟ إذا سألتهم عن الله: أنا مآمن بالله. إيش أنا ماني مؤمن؟ طيب يا أخي أطع الله. يعني بطيعه، لماذا يطيعه؟ صلاة لا يصلي لله؟ إذا أمر عبد الله وقف تحية الصباح على قدم حي العلم مدري إيش، وقف مثل الجامد خاف مشان العمر الوظيفة. أما طاعة الله، يا أخي صلي لله، عود قلبك أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا، قولوا عني رجعي، اتكاسل، الله غفور رحيم. واحد زعيم كان مات الله،
الله يرحمه صار في الدار الآخرة، لأنه إذا كان ما ترك الصلاة يعني كفرا عسى الله أن يغفر لهم، ما ندري. نحن الله يوفقنا نخلص من عذاب الله ونفوز برحمة الله، ما نحكم على غيرنا، الله حاسبه صار في الآخرة. قال لنا مرة وهو يا أخي الله يعني بدي حط على بعضنا إذا ما صلينا، كان معي أحد علماء أيضا توفى رحمة الله عليه، فقال له لا ما بدي حط على بعضك، لأنه أنت ما في عقل، إذا لم تعرف الله وتطيعه لا عقل لك. قال يا شيخي زودت علينا يا سلقيني، بيعرفني هو بس أنا ما لم أره قبل ذاك الموقف. إخواني الشيطان يحاول أن يصرف الإنسان عن طاعة الله إلى طاعة غيره فيشرك مع الله غيره والعياذ بالله تعالى. ولذلك قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني بأمن الله الله موجود. طيب ما علاقتك بالله؟ علاقته بغير الله، هذا الشرك. قال ابن عباس رضي الله عنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون من إيمانهم أنهم، يعني شلون الله بوصفهم مؤمنين بالله، مؤمنين بالله موجود بس ولكن طاعة غير الله أو مع الله، من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به، يعني الطيور غيره، يبقى تسل الحجر، يبقى تسل البقر ومن وراء ذلك عبودية ومطاعة لغير الله، أو يطيعون الفراعنة مباشرة، إله فلان عبود يعني الذي يطيعونه، أي يشركون مع الله غيره في الطاعة والعبادة. ومثل قول ابن عباس في تفسير هذه الآية أيضا قال مجاهد من تلاميذ ابن عباس وعطاء وعكرمة من تلاميذ ابن عباس، وكذا قال الشعبي وقتادة والضحاك من التابعين. إذن الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى فيها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون إن الله، آمنوا أن الله موجود، الله الخالق. وربما قال بعضهم الحمد لله والشكر لله، إيه إيه كلمتين بس وخلاص ما بقى لك علاقة مع الله، لماذا خلقك الله؟ هاي وقف عندها. عندما تنصح إنسان رأيته بعيني يغش، يا أخي حرام لا تغش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وأنا بحبك عم بنصحك، قال لا شيخي حجب لا تقرب، هي مالك علاقة فيها، دينك على عيني نسمع منك، قلت له ما سمعت مني شيء، الرسول اللي قال من غشنا فليس منا ما أنا، قال لا هي مالك علاقة فيها، السلام عليكم ما تأجل عندك ولا بدي أشوف وجهك، من يزول الله تعالى. فهؤلاء يؤمنون بالله ولكن لا يطيعون الله، يطيعون مع الله إلها آخر. قالت اليهود عزير من الله، ومن يتقرب لعزير عشان يتسلط على الناس هو مع ابن الله، والله بدبرهم كلهم كذابين، هذا شرك بالله. إلا وأكثرهم مشركون، وما يؤمن بالله أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الحسن البصري في هذه الآية ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك، يعني قدام الناس لا يرضيهم وهو مشرك بعمله ذلك، ويعمل ذلك من أجل غير الله حتى يراه الناس أو حتى يصل إلى منصب أو حتى يصل إلى كذا، يعني قوله تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد من كان أشرك في عمل عمله لله، أشرك في عمل عمله لله يعني ظاهرا لله ولكن أشرك معه غير الله، من أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، يوم القيامة يقول له بده خذ أجرك من عند ذاك لي، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، أخرجه الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟
قال الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم، يجوا يعني بده ياخذوا جزاءهم على أعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانتظروا أو فانظروا هل عندهم جزاء، يعطوكم جزاءكم، دخلوكم الجنة، روحوا هل يدخلوكم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها في الآية: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمن هؤلاء المشركون؟ في كثير من الناس يا إخواني، في حلقة من الحلقات السابقة ذكرت لكم أن أحد المفاتي يحسب نفسه في عظيم والآخري، وهم من مفاتي السلطان، يفتي بما يريده السلطان وما يريده الله سبحانه وتعالى. مرة من المرات في مجمع فيه قال علماء، هذول أهل عمائن في من الأزهر، مو كل أهل الأزهر هكذا، لا، بعضهم الدجالين حسبوا حال العلماء وهم عملاء حيث لا يدرون. كانوا مجتمعين مع الرئيس الراحل، الله أعلم وين راح، جمال عبد الناصر، اللي هو أول ما سوى الانقلابات في مصر، انقلاب أمريكي وتظاهر بأنه مع روسيا، ضحك على الناس، صار عند ربه اللي بده يتبعه في منهجه، نسأل الله العافية. جالس كان مع بعض علماء ومشيخة الأزهر وكذا، فقال له: ما تتحدثوا عن الاشتراكية؟ قال: حاضر يا بي، انت عاوز نقول ايه، حلال ولا حرام؟ الله، بدك يفتيك تقول اشتراكية حلال بتقول حلال، اشتراكية حرام بتقول حرام، انت تعبد الله ولا تعبد عبد الناصر؟ انا في اجتماع من الاجتماعات في زمن هذا ايش اسمه السابق الاسد الكبير في اوائل انقلابه، عندما سوى شغلات ومدري ايش بيشرك الشعب كله، ضحك على الناس، بالاخر قال ان تتبع القانون. قلت له: قلتوا لنا نحن انتخبونا الناس مشان نحن نشرع القانون، مو نتبع اللي يريده هو. المهم يعني عندما قالوا لي على الاشتراكية، ما حلفت على الاشتراكية، قلت له: انا ما الاشتراكي، انا مسلم. كيف انت مسلم يا اخي؟ الاشتراكية، قلت له: اسمع، بعت علي المحافظ بأمر طبعا من أسياده في ديوان المحافظة، لأن أنا طلعت بعد ما أخذت أكثر الأصوات في الانتخابات، طلعت الديمقراطية كذابين، دول بدهم اللي بريدوه هن ينفذوا علينا وسموه ديمقراطية، ديمقراطية صحيحة ما بقبلوها، لأنه أكثر الشعب مسلم بده الإسلام، هن ما بده الإسلام، بده ديمقراطية مزورة يطالعوا فيها غير المسلمين والأكثرية تصير أقلية. المهم بعد ما أخذت أكثر الأصوات، رئيس الجلسة قال لي: هالقسم ما بده يستحلفه، تقول اشتراكية؟ قلت له: أنا ما الاشتراكي. قال: القانون هيك بقول. قلت له: القانون أنا انتخبني الناس، أنا اللي بحكي في القانون، بسوي قانون، مو أنت بتسوي قانون تفرضه علي. قال لي: ما بحق لك تشترك في الجلسات. قلت له: بالناقص من الجلسات، أنا أخذت أكثر الأصوات بنطرد، وأنت رئيس الجلسة عينك الرئيس تعيين، ما حدا انتخبك، أنت وجلستك خليك، والسلام عليكم. طلعت. المهم بعتوا علينا بعدين عند المحافظ، قال: يا سيدي إذا كان أمرتوا هون بيننا وبينكم حلفوا على الاشتراكية ونمشي لكم هي. قلنا له: ليش؟ إذا كان شغلة ما هي حرام نحلف أمام الناس، نحن ما لنا اشتراكيين، هم قال لك نحن مسلمين. قال: ليش نحن ما لنا مسلمين؟ قلت له: ما بعرف، الله قال هو سماكم على سيدنا إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن مسلمين يا أخي، دخلنا الانتخابات عنا مسلمين ونمثل المسلمين، ما لنا علاقة بالاشتراكية، بدكم تصيروا اشتراكية صيروا، بس ما تفرضوا علينا. قال: معلش، سرا هون يحلفوا ونحن نخلي عضويتكم؟ قلت له: تخلي عضويتنا؟ تريد ما تخلي عضويتنا؟ قال عم تصل كل شوي في وزير الإدارة المحلية، قل له هذا قال لي هيك وإيش قال له. فقال بعدين: يا أخي بس هيك ظاهرا يعني سكتوا عن هالموضوع وخلاص. قلت له: اسمع، اشتراكية 144 نوع، ونحن درسناها في الجامعة، من الاشتراكية البسيطة إلى الشيوعية الكاملة، اشتراكيتكم أين نوع من هالأنواع حتى نحلف لكم عليها أنه نحن اشتراكيين؟
فهمونا ايش اشتراكيتكم؟ فتح للوزير قال له سيدي عقول هي اشتراكيه 144 نوع، اشتراكيتنا من اي نوع؟ قال له لك هذا ما بتحسن له سكر؟ قال له يا حليف يمين يا بلا، وانا عم بسمع الصوت عم فاهم. قال عفوا يعني بتريدوا تحلفوا بتريدوا بكيفكم يعني؟ قلت له اذا انتم ما بتعرفوا اشتراكيتكم ايش بتكونوا تضحكوا على الناس، روحوا تعلموا الاشتراكيه وبعدين تعرفوا. سلام عليكم. قال يا سيدي من وصلك بالسياره؟ قلت له لا توصلني بسيارتك ولا بدي شيء، انا تحتي عندي موتور تحت بركبه بمشي. قال انت بتركب على الموتور؟ بركب على الموتور. لا الله يرزقني سياره بركب سياره، ما رزقني سياره بركب على البسكليت كمان. في دير الزور لما تعينت كان عندي بسكليت. نحن اناس نسير في الحلال، من نفرح والله ركبونا في سياره وفي مفاتي بملكون سياره، بروح العقل والكل معه خلاص سلموا، بس سلموا للمخلوق ما سلموا لله. ايها الناس انتبهوا الى انفسكم وابتعدوا عن الشرك. افامنوا ان تاتيهم غاشيه يعني عقوبه من الله تغشاهم وتدمرهم، او تاتيهم الساعه بغته، الساعه يعني القيامه النفخ في الصور بشكل مفاجئ دون ان ينتبهوا اليها وهم لا يدركون حقيقه المسؤولية بين يدي الله في الآخرة، لأنه ما بأمنوا فيها. قل يا محمد اسمعوا أيها الناس في كل الأرض ماذا يقول الله لمحمد، وما هي دعوة محمد، وما هي دعوتنا بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل دعوتنا لفرعون الفلاني؟ لا. هل دعوتنا لعبادة البقر؟ لا. هل دعوتنا لعبادة الشمس؟ لا، الشمس مخلوقة من قبل الله. هل دعوتنا لعبادة بشار الأسد؟ لا. هل دعوتنا لعبادة السيسي؟ لا. كل هؤلاء انقلابيون عسكريون إرهابيون يجبرون الناس على ما يريدون، وإذا رفضنا الطاعة لهم عطيهم معلمينهم رشاشات وكل أنواع الأسلحة يقتلوننا، ولكن لا يسمحون لنا بسلاح ندافع به عن أطفالنا ونسائنا. ومع ذلك ما هي طريقنا؟ لم نستعمل السلاح إلا بعد أن قتلوا العدد الكثير منا ظلما وعدوانا وبغيا، فهم مجرمون آثمون كافرون، هم ومن اشترك معهم في قتلنا واشترك معهم في الكفر، من روسيا إلى الشيعة إلى حزب الشيطان إلى أي واحد اشتبك أو اشترك مع هذا المجرم الطاغية الذي يقتل النساء والأطفال ويدمر البيوت فوق رؤوس أطفالنا، كل هؤلاء خارجون عن أمر الله مجرمون، سينتقم الله منهم في العاجل أو في الآجل بإذنه تعالى وكما وعد الله رسله، وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهذا سبيل المشركين، هذا سبيل الكفار، القتل والتعذيب للناس حتى يخضعوا لهم. ما هو طريقنا نحن؟ يتركونا وشأننا، يسمح لنا فقط ناخذ حريتنا في الدعوة إلى الله بس، ما نريد أكثر. أما نحن جالسين في الجامعة حاطين أكثر من جاسوس عليك في الدرس، ثاني يوم راجع الملازم فلان، راجع علان، ليش قلت كذا؟ لك يا أخي ما أنا قلت كذا، الله قال كذا. ما بصير تعرف الظروف يعني، الله ما بصير تقول يعني، ما قتلونا وضربونا ولكن تهديد إرهاب، بحكي لك شلون فلان شلون فلان شلون أخذوه من أجل أن تخاف وأن ترهبهم. هذا هو الإرهاب يا مجرمين، هذا هو الإرهاب يا ناس يا شعوب الأرض، أن يرهبك بالقوة لتخضع له. أما نحن المسلمون اللي ما شاء الله بدأ يقولوا عنا إرهاب، ما هو هذا الإرهاب؟ إرهاب الناس هم صنعوهم ليظهروا الإسلام بمظهر سيء، ثم يأتوا ويزعمون أنهم سيزيدوهم ولن يزيدوهم، هؤلاء من جنودهم، ومن يقتل معهم عندما يهجمون عليه يقتل من الأشخاص السذج البهائم الذين لا يفهمون فساروا في هذا الطريق. طريق الإسلام واضح، اسمعوا، مو بالدبابة ولا بالرشاش بتخلي الناس مسلمين، وإذا ما بايعك بتقتله، لا اسمع، لا قرآن. قل هذه سبيلي طريقي، ما هو سبيلي؟ ما هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الدعاة من بعده؟
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أي أدعو على علم جلي وعلى حجة ودليل لا شبهة فيه. نحن نقول للناس هذا فلان قائد زعيم، ما في مانع، مفرق عني شيء، هو فوق البشر يا أخي، ما منريده، لا ما بصير، غصب عنك، سكوت، هذا سيد الرئيس. سيد الرئيس مين سوى رئيس؟ أمريكا سوت الانقلاب لما أبو سلم فلسطين الجولان لفلسطين، وهي أهم نقطة استراتيجية بالنسبة لسوريا، سووا رئيس وبعدين خلفوا من بعده. حكينا من قبل ما نعيد، اجت أولبرايت قبل ساعتين ما يستلم، سوت الاختبار وراحت ساعتين بس، صالح لأنه كان عقله في خلة، ولو لا يكون عقله في خلة ما سلموه بعد أن داووه وشافوه، بظهر رجعت الخلة والجنون. ولذلك نحن ندعو إلى الله على بصيرة أي على برهان أنا ومن اتبعني. ما هو الدليل؟ دليل طاعة الخالق والتحرر من المخلوق، عن علم مو عن جهل. الخالق خالق يستحق الطعام، المخلوق مثله مثلي لن أطيعه. فاعلم، قال تعالى فاعلم، ما قال قل لا إله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعلم علما يقينيا عن علم وحجة واقتناء أنه لا طاعة للمخلوق بل الطاعة للخالق. هذه كلمة الحرية التي جاء بها الإسلام، هذا ما ندعو إليه ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. ثم يقول سبحانه وما أرسلنا قبلك من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نتم إن شاء الله في حلقته قادمة، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.